أحبائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المسيحي والمجتمع. أحبائي، العقيدة المسيحية قامت على بعض المبادئ الأساسية التي لا يختلف عليها أي إنسان مسيحي. السيد المسيح جاء كصورة الله، ككلمة الله، كالإله المتجسد في صورة إنسان، جاء على الأرض في وقت اختاره الله، في الموعد الذي رأى الله إن هو ده الوقت المناسب لكي يتمم خلاص البشرية من نتيجة عصيان البشرية لوصية الله. وعاش الإنسان منتظرا مجيء هذا المخلص، وجاء السيد المسيح وأتم هذا الخلاص. لكن في أثناء حياته على الأرض قدم لنا أمثلة وإرشادات للطريقة اللي نحيا بيها على الأرض. وفي خلال الثلاث سنين ومن خلال كتابات الإنجيل علمنا تعليمات كثيرة كانت غيرت كثير من الأفكار اللي كانت موجودة في البشرية في هذا الوقت. وأتى السيد المسيح برسالة السلام وترك لنا مجموعة من المبادئ، وجاء أيضا كتابات الرسل اللي كتبوا رسالات وضمت للإنجيل وأصبح الإنجيل مكون من الأعداد اللي في إيدينا دلوقتي، تعطينا أيضا إرشادات أخرى في التعامل. تنبأ السيد المسيح أنه حياته على الأرض مش كفاية أنه يدينا كل التعليمات اللي محتاجينها، فقال أنه من الأفضل ليكم أن أنا أمضي، لما أمضي أرسل لكم الروح المعزي، الروح القدس، اللي هو هيعلمكم ويرشدكم ويفكركم باللي أنا قلته، يبكتكم على الخطية وأشياء أخرى كثيرة اللي احنا بنسميها أعمال الروح القدس في حياتنا. الإنجيل تحدث أيضا على أنه السيد المسيح عمل أعمال كثيرة، وقالوا أنها لم تكتب في هذا الكتاب، وإنها لو كتبت يمكن الأرض كلها ما تسعش الكتب اللي مكتوبة. إذن المسيحية قدمت قانون عام لكي يطبق، لكن بدأ التطبيق في حياة الناس وبدأت الاختلافات اللي كان برضو تنبأ بها السيد المسيح أنه يكون في خلافات. كنيستنا القبطية الأرثوذكسية من أكثر الكنائس الكونسيرفاتيف أو التقليدية اللي تمسكت بالتعليم الآبائي، تعليم الإنجيل أولا وتعليم الآباء، واعتبرت أن ما سمي بالتقليد جزء هام في الطريقة اللي احنا نعيش بها في حياتنا. الإنجيل هو المبدأ الأساسي، لكن أيضا التفسيرات وأقوال الآباء اللي قال المسيح انه هيبعت الروح القدس، وان احنا نؤمن ان كل حاجة اتكتبت هي
بإرشاد من الروح القدس إحنا بناخد التقليد ده ونطبقه في حياتنا. لكن منذ نشأة الكنيسة بدأت بعض الاختلافات في أمور كثيرة. مثلا على سبيل المثل المرأة ودورها في الكنيسة. ما دور المرأة في الكنيسة؟ هل ممكن تكون لها دور قيادي في الكنيسة؟ هل هي مساوية لدور الرجل؟ هل المرأة ممكن تشارك في طقوس الكنيسة أم لا تشارك؟ هذه الأمور على مدى السنين كانت مجال مناقشة وجدال، بل إن بولس الرسول نفسه في رسالته الأولى لكورنثوس تحدث عن هذه الأمور، ودي المواضيع اللي هنتكلم عليها النهاردة. ما علاقة الإنسان بحياته في الزواج، العلاقة الجسدية؟ أيضا هل يصرح بالعلاقة الجسدية قبل الزواج؟ هل الإنجيل تحدث بمنتهى الصراحة عن هذه الأمور؟ كيف تفسرها كنيستنا؟ وكيف يفسرها بعض الكنائس الأخرى؟ أسئلة كثيرة قدمت، ولذلك سمينا حلقة النهاردة أسئلة شائكة في العقيدة المسيحية. قصدنا بكلمة شائكة أنها من الأسئلة اللي بتقدم أحيانا، لكن كثيرا ما يتفادى، يحاول الناس أنهم يتفادوا هذه الأسئلة ولا يريدون أنهم يقدموا تفسير عقلي ومنطقي، إنما أحيانا يتقال لازم تقبلها زي ما هي. النهاردة نريد أن نجيب عن بعض هذه الأسئلة. لا أستطيع أن أقول كل الأسئلة لأن هناك أسئلة كثيرة. أنا عندي في المكتبة بتاعتي كتاب بحجمه قد كده تقريبا اسمه Difficulties in the Bible، بمعنى أسئلة صعبة موجودة في الإنجيل لكن هناك رد عليها كلها. النهاردة هيكون حديثنا عن الأسئلة الشائكة، وحنحاول بقدر الإمكان بنعمة ربنا وإرشاده إن إحنا نتوصل إلى إجابات عن هذه الأسئلة. وبالتأكيد إذا كان هناك أسئلة تتطرق إلى الدفاع عن إيماننا، فأعتقد أنه أكتر إنسان ممكن يكلمنا في هذه الأمور، ربنا مديله نعمة في هذا الأمر، هو أبونا الحبيب أبونا أغسطينوس حنا، كاهن كنيسة ماري يوحنا في كوفينا، اللي دايما بناخد بركة وجوده معانا، ولما بيكون وجود معانا بنديله الأسئلة الصعبة ونطلب منه الإجابة. أتسابونا، أهلا بواتسك معانا. أهلا دكتور محفوظ، وأهلا بالمشاهدين جميعا. أتسابونا، هل العقيدة القبطية الأرثوذكسية هي العقيدة الوحيدة اللي بترى الأمور بطريقة صحيحة؟ أحيانا كتير بيقدم لها النقد ويقول أنتوا متزمتين وأنتوا تقليدين أكتر من لازم، بل يقال أحيانا أن الكنيسة الأرثوذكسية أحيانا تتمسك بالطقوس أكتر من تمسكها بالإنجيل. هل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بهذا الشكل؟ لا طبعا. الأول أحب أشكرك على استضافتي والمقدمة العظيمة دي اللي مستحقهاش، والأسئلة الشائكة اللي ما كانش يعني مش عارف ليه اخترتيني أنا في المشاكل، أنا مش بتاع مشاكل ولا راجل على قد حالي، لكن أهو بصلواتك وصلوات المشاهدين نحاول نوصل لأفضل إجابة بقدر الإمكان، لكن نخلي الأسئلة الشائكة دي لناس متخصصين فيها أكثر مني، لكن هحاول على قد ما أقدر. أنا تحت أمرك، وإيه أول سؤال؟ هو عن الكنيسة القبطية ككنيسة متزمتة تهتم أكثر بالطقوس أكثر من الإنجيل، تركت الإنجيل واتجهت للطقوس، الاتهامات اللي توجه في هذا الأمر. لا طبعا ده كلام غير صحيح، وإحنا كنيسة أرثوذكسية معناها مستقيمة الرأي، يعني بتقول الرأي المستقيم بصراحة من غير لف ودوران، وهي كنيسة إنجيلية ماشي على أحكام الإنجيل أولا وأخيرا.
يعني مش عايزين نخرج على الفكرة دي ونصدق أفكار مشوشة ملهاش أساس. وكلام قدسك ده سليم 100% لما قلت تعبير إنجيلية. إحنا أحيانا كلمة إنجيلية بس بنفكر في الكنيسة الإنجيلية الرسولية، لكن في الحقيقة أن الكنيسة الأرثوذكسية أكتر كنيسة في خلال القداس مثلا بتقرأ الإنجيل. يعني أنا فاكر قدسك مرة قعدت تعدد لنا المرات اللي بيقرأ فيها ما بين السنكسار والبراكسيس والبولس، ما بين قرايات الأجبية، ما بين الإنجيل نفسه اللي بيتقرأ. العشية فيها إنجيل، وصلاة بكر فيها إنجيل، والقداس فيه إنجيل، وفي كل المناسبات وأسرار الكنيسة السبع بيقرأ فيها الإنجيل بتاعها الخاص بيها. فإحنا متمسكين بالإنجيل وبحكام الإنجيل. ساعات بقى الناس عايزة إننا نقول لهم الكلام اللي يعجبهم هم واللي يوافقهم على هواهم، وإلا نبقى إحنا اللي ناس متعصبين ومتزمتين، وده طبعا كلام مش سليم. بالتأكيد. أنا بس بحب برضو، إحنا قلنا دي الأسئلة أو الانتقادات اللي توجه والأسئلة الشائكة، فإحنا بنرد على هذه الأسئلة وبنقول لا، الكنيسة الأرثوذكسية كنيسة إنجيلية في المقام الأول، والإنجيل هو محور الكنيسة ودراسات الكنيسة وطقوس الكنيسة إنما تدور حول الإنجيل. حتى عادة الأب الكاهن بيكون وعظته خلال القداس عن إنجيل اليوم اللي بيتعال. طيب أتسابونا، أنا عاوز أتكلم بقى على الموضوع اللي أثير عن دور المرأة في الكنيسة. وفي الأول ياريت أتساك تقول لنا أيام السيد المسيح وفي حياته على الأرض وفي الفترة الأولى من تاريخ الكنيسة المذكورة في أعمال الرسل، كان في دور للمرأة في الخدمة وفي الكنيسة؟ أيوة طبعا، كان في خدمات كثيرة بتقوم بها المرأة، وفي نساء كثيرات ذكر أسميهم في العهد الجديد، يعني في مريم ومارثا، في مريم المجدلية والمسيح نفسه وكلفها أنها تبشر الرسل بالقيامة. هي لما نقرأ رسالة روميا لبولس الرسول أصحاح 16 الأصحاح الأخير، نلاقيه بيرسل سلاماته لكنيسة روميا روما، والكلام ده حوالي سنة 65 ميلادية، لأنه هو استشهد 67. فنبص نلاقي معظم اللي بيبعت لهم سلامات وناس خدموا معاه معظمهم سيدات. يعني مثلا يقول سلموا على فيبي، والرسالة دي أنا بعتها لكم عن طريق فيبي خادمة الكنيسة، فيبي خادمة الكنيسة التي في كنفيريا. أعرفوا بعض الأسامي اللي ذكرت في روميا 16، وحتلاقوا منها عدد ضخم جدا من سلموا على أم روفس، بيعتبرها أمه، دي اللي هي زوجة سمعان الخيرواني. سلموا على برسكيلا أو برسيلا، وأكيد وضع عنقيهما من أجل حياتي وتشكرهم مع كل كنائس الأمم. سلموا على مريم التي تعبت لأجلنا كثيرا. سلموا على أمبلياس حبيبي وسلموا على هيروديان، على أخته نيريوس وأخته أوليمبس، سلموا على جوليا، سلموا على برسيس، وذكر أسامي كثيرة في روميا 16، وقال كل دول كانوا بيشتغلوا معايا وبيساعدوني، بيساعدوا في الخدمة. لكن مش لازم الخدمة
لعل السؤال المقصود بخدمة الكهنوت نعم أو خدمة الشماسين. كان في نوع من الشمسية أو الشمامسة، لكن ما كانوش الشمامسة بالمعنى اللي احنا بنفهمه النهاردة لخدمة المذبح، لا، لكن خدمات كتيرة أخرى في الكنيسة موجودة بيخدموا فيها. لو أما بالنسبة للكهنوت فطبعا ده مش مصرح بيه، غير مصرح بيه. وإذا سمحتوا لي أنا ممكن أقرأ لكم جزء من رسالة رائعة لحجة في الكنيسة، مثلث الرحمات البابا شنودة، كان محاضرة ألقاها بالإنجليزي في لندن في إنجلترا في أحد المؤتمرات الكبيرة في 26 نوفمبر سنة 90، وأنا ترجمتها للعربي ومنشورة في المجلة بتاعتنا مجلة مار يوحنا في من حوالي 40 سنة. فبيقول النقطة الأولى عندي هي احترامنا للكتاب المقدس، احترامنا للكتاب المقدس. قد يقول كل واحد منا إننا نحترم الكتاب، لكن نيجي في الواقع نبص نلاقي ناس كتيرة ما بيحترموش الكتاب وبيتكلوا على فهمهم هم الخاص وعلى ذكائهم حسب اللي هم فهموه من آيات الكتاب. سفر الأمثال يقول اتكل على رب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. ما تعتمدش على اللي انت بتفهم، لكن لازم تشوف الرأي العام في الكنيسة ايه ورأي الآباء ايه، لأنهم كانوا أقرب للمسيح منا وكانوا لهم فتوحات في الكتاب المقدس. يقول مثلا في نقطة احترام الكتاب المقدس، احنا نحترم الكتاب المقدس أكثر من عقولنا. مثلا قال الرب ليشوع: لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل إلهك فيه نهارا وليلا لكي تنجح في كل طرقك. وأمرنا بأننا ما نضيفش على الكتاب حاجة من عندنا ولا نحذف شيء من المكتوب في هذا الكتاب، ورتب عقوبة صارمة على اللي يزود عليه أو يحذف منه. الرسول بولس يقول: إن بشرناكم إحنا أو ملك من السماء بغير اللي أنتوا سمعتونا بنبشر به قبل كده، ليكن أناثيما، أي محروم ملعون ومحروم. سواء الرب يسوع أو الرسول بولس دققوا قوي على الحتة دي. واحد يقول أنا مثلا ما بعترفش بال 11 أصحاح الأولاني من سفر التكوين، دي حاجات رمزية كلها مش حقيقية، اللي هي قصة الخليقة والطوفان وسدوم وعمورة. ال 11 أصحاح الأولانيين دي كلها حاجات رمزية، طبعا ده كلام غير سليم. واحد يقول تيجي تقول له على حاجة يقول لك دي، لكن دي جت في العهد القديم. طب ما العهد القديم ده موحى به من الله وبيمثل تلتين الكتاب المقدس اللي احنا بنؤمن بيه. يقول مرة بناقش أسقف مش شخص عادي من طائفة تاني، وبقول له على أحد أحكام العهد الجديد، فقال لي لكن ده بولس اللي قال الكلام. قلت له بولس، هو بولس ده ما انت بتعترفش ان رسائل بولس الرسول موحى بها من الله وجزء من الوحي الالهي اللي احنا بنعترف بيه وبنقبله على انه من تعليم الروح القدس. فسكت كده شويه وفكر وقال له طبعا، لكن يعني كلام ملقلق، وواضح انه مش عاجبه كلام بولس الرسول. فيقول لا، ده مش المسيح، ده بولس اللي قال الكلام. طب الانجيل لما احنا قدسك بتتكلم على ان احنا كنيسه انجيليه والبابا شنوده قال ان لابد الانجيل يكون، لو اتكلمنا بقى على النقطه اللي احنا بنتكلم فيها، قال ايه الانجيل، ايه اللي في الانجيل يمنع انه المراه تكون كاهنه؟ هوصل لك دلوقتي، بس اكمل نقطه كمان صغيره. اتفضل. بعض الناس يرون ان الكتاب المقدس مثلا ضد الشذوذ الجنسي،
يقوموا يهاجموا الكتاب المقدس، مش يهاجموا الشذوذ الجنسي او يتوبوا عنه، يهاجموا الكتاب المقدس نفسه. ان الكتاب المقدس لا يسمح برسامة النساء، فانهم هم يهاجموا الكتاب المقدس عشان يجاملوا النساء. كمقدمة اقول ان النساء دول قال امهاتنا وزوجاتنا واخواتنا وبناتنا، وغالين علينا جدا، واحنا بنحبهم ونحترمهم ونديهم مسؤوليات كثيرة في الكنيسة، لكن مش ضروري المسؤولية الخاصة بالكهنة. قال عندنا عشرات الألوف من البنات مدرسات في مدارس الأحد. القاهرة فقط قال لدينا ما بين 10 و15 ألف مدرسة مدارس أحد بنات كلهم. عندنا في كلية اللاهوت الإكليريكية 4 مدرسات للعهد القديم واللغة العبرية وتاريخ الكنيسة ومجالس الكنائس البورد، فيها عادة مصرح فيها إنه يبقى فيه سيدات، ومعظم كنائسنا فيه من البدء وجدت سيدات، قمنا بمسؤوليات كبيرة، كالنبيات، نبية دبورة وحنا أم صموئيل ومريم أخت موسى وهارون، دول كانوا نبيات صحيح. وفي ملكات زي إستير، إستير الملكة، ملكات ونبيات، والكتاب المقدس ما هوش ضد المرأة أبدا. ومريم أم يوحنا مرقس، أم مريم مرقس، أعمال 12-12، بيتها أول كنيسة، إرسلة والليديا بائعة الأرجوان، وكثيرات من السيدات قال كلنا يخدمنا الرب من أموالهن في لوقا 8. عند الصليب كان معظم الحاضرين من النساء، فالسيدات ممتلئات حب وعاطفة، وإذا كرسوا العاطفة دي للمسيح يبقوا بركة وثروة كبيرة جدا. قال لكن بالرغم من هذا كله، فإننا لا نستطيع أن نجد في الكتاب المقدس كله مثلا واحدا للمرأة صارت فيه كاهنة. الله دعا النساء لمسؤوليات أخرى تتفق مع طبيعتهن. النوع الأول من الكهنوت هو كهنوت الآباء البطاركة في العهد القديم، إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وأيوب، كلهم رجال. النوع الثاني من الكهنوت كهنوت ملكي صادق مذكور ورجل أيضا في تكوين 14 ومزمور 110. كهنوت اللاوي لهارون وأولاده، للرجال فقط. في الزمن الرب يسوع نفسه كان الرسل 12 اللي اختيروا ليكونوا الكهنة الأولين والأسخفة المسكونيين، كلهم من الرجال. على مدى التاريخ كله لا نجد مثلا واحدا، لا في الكتاب المقدس ولا في تاريخ الكنيسة ولا في التقليد، يحدثنا عن امرأة رسمت كاهنة. ونحن إذا تتبعنا التعليم الكتابي المسلم من جيل إلى جيل، نجد أن الرسول بولس مثلا يتكلم عن سر الأفخارستية، يقول فإنني تسلمت ما سلمت إليكم أن الرب يسوع قال كذا وكذا وعمل كذا وكذا، بسلمكم لنا السلام. الرب يسوع سلم التعليم اللاهوتية مباشرة إلى تلاميذ، وهؤلاء سلموها للآباء والتلاميذ والأسقف الأولين، سلموها لتلاميذه الجيل الثاني، وهكذا حتى وصلت إلينا. الكنيسة هي مجموعة أعضاء المسيح، وكل عضو له عمل معين، ونحن لا نستطيع أن نقول أن كل الأعضاء يجب أن يكون لها نفس العمل. العين عملها غير الأذن، غير الإيد، غير الرجل. كل عضو منهم له شغلانة وله دوره اللي بيقوم بيه. ورد برضو بولس الرسول قال إحنا أعضاء كثيرين لكن في جسد واحد، مكملين لبعض. لكن مش كل الأعضاء عيون ولا كل الأعضاء أذان، وإلا يبقى الخليقة ناقص. وبعدين قال لنا إنه العلوم كلهم أنبياء، لعل للجميع موهب شفاء. فالرجال والنساء ما هماش خصوم بيتنافسوا على مسؤولية معينة.
كما أننا لا نستطيع أن نقبل تعليم يخالف كلمة الله. العهد الجديد يقول إن الرجل رأس المرء، أفسس 5. ماذا كان الرجل؟ فإذا كان الرجل هو رأس المرأة في البيت، فليعقل أن تكون المرأة هي رأس الشعب كله في الكنيسة ومن ضمنهم زوجها اللي هو رأسها؟ هل يمكن أن تكون رأسه في الكنيسة وهو رأسها في البيت فقط؟ أنا لست أعرف كيف نجد حلا لهذه المشكلة. أيضا الكاهن يمثل المسيح، فإذا دعيت النساء للكهنوت فأول سيدة في العالم كانت أول من تستحق أن ترشح لهذا المنصب السيدة العذراء، لكن العذراء ما طلبتش بالكهنوت وما قالتش إنها عايزة تبقى ترسم في الكهنوت، كانت أم للرسل لكن لم تكن كاهنة، ليس في الكهنوت فقط بل أيضا عمل الشماس الذي يخدم المذبح. فلما اختار الرسل 7 شمامسة اختاروهم كلهم من الرجال، أعمال 6. في تاريخ الكنيسة قد نجد شمسات ولكن ليس لخدمة المذبح ولا لمساعدة الكهنة في الأسرار المقدسة. لا يسمح الرسول بولس للمرأة أن تعلم الرجال في الكنيسة بل أن تتعلم في سكوت. قال لنا الكتاب المقدس ليس ضد المرأة ولكنها مسألة توزيع مسؤوليات ومواهب. الكثير من أعمال الكهنوت لا تناسب المرأة، فمثلا كيف تستطيع المرأة أنها تعمد الرجال؟ وإذا كانت أسخفة ورسمت أسوس فهذا معناه أنهم سيكونون خاضعين لها، وهذا منخر لتعليم الإنجيل. كيف تستطيع المرأة مسح الرجال بالميرون؟ وإذا كانت كاهنة وحبلت فكيف تستطيع الخدمة خلال شهور الحمل والولادة التي تحتاج فيها إلى فترات طويلة من الراحة، وفي نفس الوقت ما تتفقش مع خدمة المذبح؟ عندما أسس الرب أسرار الكهنوت والمعمودية والتناول أعطى هذا السلطان للرسل الرجال فقط. فقال إن العصفورة ممكن تغني بصوت جميل على الشجر والأسد يزقر في الغابة، لكن يبقى أمر يضحك لو حاول العصفور الزئير أو حاول الأسد الغناء. أفضل للمرأة أن تبقى امرأة، ومشكلتنا أن النساء لا يجدن وقتا لتربية أولادهم. لقد قضى موسى 40 سنة في قصر فرعون الوثني ولكنه لم ينس ما علمته أمه وغرسته في أمه يوكابد في سنوات الطفولة المبكرة. هذه ملخص يعني رأي البابا شنودة في الموضوع ده. جميل طبعا، يعني الحقيقة جميل انه الإجابة منطقية جدا. احنا لا نؤمن ان بكهنوت المرأة لانه الإنجيل ما ورناش اي مثال لكهنوت المرأة، واحنا بناخد كل تعليمنا من الإنجيل، بل بالعكس حتى في تطبيقات اللي حصلت بعد الكنيسة الأولى زي ما قدس أبونا قال وزي ما قداس البابا كان بيقول إن الشمامسة اللي دعوا كلهم 7 كانوا رجال، وإنه كل الدعوة اللي موجهة للكهنوت أو للأعمال اللي ممكن يمارسها الكاهن كلها قولت إلى رجال وليس نساء، فده المثال اللي بيدهن الإنجيل. أيضا إذا حد جه وقال معلش الدنيا بتتطور والكنيسة بتتطور، برضو الرد الجميل اللي اتقال على انه في اعمال معينة لا تناسب طبيعة المرأة، وهذا لا يأخذ شيء من قيمة المرأة او من دورها في الكنيسة. زي ما سابونا قال لنا في الاول عن سيدات كثيرات كانهم دور هام جدا في الكنيسة وفي عملها، بل ان السيدة العذراء كانت لها اهم ادوار في حتى اتمام قضية الخلاص. فإذا نقدر نقول إن ده إجابة منطقية ليه إنه ما يناسبش، وحتى لو اتقال إنه في تقدم وتغير لكن لازم نلتزم بمبادئ الإنجيل ونفضل within الجايدلاينز اللي الإنجيل بيحطنا. طيب يا أبونا، في برضو تحدثنا عن نظرة الكنيسة للمرأة والاتهامات بتوجه أحيانا
للكنيسة إنها ربما تنظر للمرأة كأنها أقل من الرجل، رغم الإنجيل قال بصراحة إن هما لا المرأة ليس من دون الرجل ولا الرجل من دون المرأة، كلهم الاثنين متساويين قدام ربنا. لكن لما بنيجي في موضوع التناول وإن المرأة في بعض الأوقات بيتقال لها ما تتناولش، وأحيانا بيقال أنتوا بتعتبروها نجسة، يا ريت قصتك برضو تشرح لنا موضوع التناول اللي بالنسبة للمرأة، وإزاي ده ما يعني إيه نظرة الكنيسة إليه؟ هو المشكلة إنه الفترة اللي بيجيلها فيها الدورة الشهرية فدي اللي يعني مش مناسب إنها تتناول فيها المرات مرة في الشهر، يعني تعدي الأربع أيام دول ولا الخمس أيام دول، والشهر كثير في 30 يوم غيرها ممكن تتناول فيها زي ما عايز في أي وقت تاني، وده مش بيعتبر نجاسة، لا المرأة طاهرة وهيكل الروح القدس وكل حاجة، لكن بتعتبر زي نوع من الفطر، زي الـ إحنا كنيستنا بتقول إن إحنا لازم نستعد للتناول، لأن نتقدم للتناول وإحنا صايمين مثلا ومن نص الليل الليلة اللي قبلها ما ناكلش وما نشربش، نوع من الاستعداد. لكن عندها المرأة الحائض أو الطامث اللي عندها دورة شهرية مش ضروري في الكام يوم دول تتناول فيهم، حتى يعني ما تتفقش مع الزوج، يعني ما هياش ماشية فيها وما تتفقش مع احترامه. ده لو نقرأ برضو هنلاقي أحكام كتيرة بالشكل ده في العهد القديم، سفر اللاويين والعدد وغيره، إنه المرأة الحائض أو الطامث أو بتاع ما تلمسش الأشياء المقدسة وبتاع لما تعدي الكام يوم دول. يعني مش عايزة الضجة اللي بتثار بيدوروا على حاجات صغيرة يعني بديهيات ويقعدوا يعملوا عليها هوسة كبيرة خالص. لكن مش معناها ان المرأة بتعتبر نجسة في الفترة دي او الانجيل ما تحدثش عنها انها نوع من النجاسة. طبعا لا، مش نجاسة ولا نجسة ولا حاجة، جايز ورد تعبير زي كده في سفر اللاويين او في بعض اسفار العهد القديم، لكن احنا بنعتبر ان دي مجرد انها زي ما تكون فترة، يعني مش مستعدة للتناول. التناول يحتاج لاستعداد، وحتى من ناحية الذوق مش مقبولة الحكاية دي. وربما يعني ابونا ممكن يتقال انه لما الانجيل تحدث على انها في نوع من النجاسة كان بيتحدث من الناحية الصحية، ومن ناحية انه الامكانيات اللي كانت موجودة في هذا الوقت مختلف عن الامكانيات الموجوده حاليا من ناحيه الصحيه والهيجين والكلام ده كله، فده اللي يقصده، انما لا يقلل من قيمه المراه كمراه في هذا الوقت، ده بالعكس ده الوقت اللي ممكن المراه تنجب فيه بعد كده يؤدي لانجاب اطفال، ودي تبقى حاجه يعني جميله من ربنا رتبها كمجد للمراه. طيب تمام كده. وزي مثلا في احكام في سفر اللاويين في العهد القديم من نواحي التقصية دي يقول إن الرجل ما يصحش لما تكون مراته في فترة الحيض أو الدورة الشهرية دي إنه يعاشر زوجته فيها في الفترة دي، وكان بيعاقب الرجل اللي خالف الوصية دي وكان بيضرب بالعقب، في عقوبة يعني عليه يجيله أمراض ومنها يحرم من الناس لأنه إنسان شهواني وما بيحترمش النظام اللي ربنا خلقه ولا ظروف زوجته الصحية، وإنسان بيدور على شهواته الخاصة زي الحيوان من غير عقل ولا عاطفة ولا فهم. طيب برضو وإحنا بنتحدث عن المرأة ودورها في الكنيسة ونظرة الكنيسة للمرأة، من الآيات اللي بتكرر كتير كآية صغيرة كده
ويتكلموا على كورنثوس الأولى 14، لما اتكلم بولس الرسول على لتصمت نساءكم في الكنائس، وبياخدوا الآية دي الكام كلمة اللي في الآية دي ويقولوا أدي كنتوا بتقولوا إنه الستات ما يتكلموش، أنتوا بتنظروا لهم نظرة عنصرية وإن هم أقل من الرجالة وإنهم مش مفروض يتكلموا. فالناس خاصة الويمنز ليب أورجانيزيشن اللي في الوقت الحالي بيقولوا الإنجيل في النقطة دي مش صح ومش متفقين عليه. برضو نشرح موقف الكنيسة من هذا الأمر. هو لازم نفهم الظروف اللي كان بولس الرسول بيتكلم فيها علشان نقدر نفهم إيه سياق الحديث والكونتكست بتاعها كان إيه. نلاقي مثلا في أبحاث كتيرة بيقولوا لنا مش بس المرأة اللي ما تتكلمش في الكنيسة ولا الراجل يتكلم في الكنيسة، لكن مقصود بها الصرصرة. كان بيتكلم عن اليونانيات مثلا ويقول صرصارات مهزارات ثيلبات بيتكلموا على بعض وبتاع في الكنيسة. فقال ما يصحش ان النوع ده من الكلام يبقى موجود في الكنيسة، لا من ست ولا من راجل. مظبوط. لكن المقصود هنا ان المرأة ما تاخدش سلطان التعليم للرجال. ممكن تعلم في اجتماع سيدات، ممكن تعلم في مدارس احد او شابات، اجتماعات شابات، او تدرس في كليريكي. عندنا امثلة، إيرس حبيب المصري كانت عالمة في تاريخ الكنيسة واستاذة في الكليريكية وغيرها كانوا بيدرسوا في تاريخ كنيسة وبيدرسوا بعض أقوال أباء وبعض المواضيع وعهد قديم وفي الكلية الإكليريكية. فمش مقصود بها أن المرأة يعني تصب الخرس خالص كده، لا، مقصود بها أنها ما تعلمش الرجال. قال لأن الرجل رأس المرأة ومثال المسيح، فهو اللي أعطاه هذه السلطة في الاجتماعات المشتركة أو الاجتماعات الطقسية والرسمية. مش مأذون للمرأة هنا بمعنى أنها تعلم الرجال، لكن ممكن تعلم السيدات والبنات والأطفال، وتعلم في البيت زي ما هي عايزة، تعلم في مجالات أخرى كتيرة ممكن. ما كانش يعني حاجة خاصة ضد المرأة ولا حاجة، لكن زي ما قلنا إنها ما تشتركش في الخدمات الطقسية عموما. كان المقصود بها زي ما هو عبر عنها في برضو رسالة كورنثوس لما قال لأنه نساء صرصارات كلمهم كتير وقعدوا يتكلموا، وافتكروا بقى انه في الكنيسة كمان زي في النادي او في الشارع ممكن يتكلموا، جيبوا سيرة الناس صرصارات مهزارات ويحكوا الاخبار والنكت والحاجات دي. فقال ان الكلام ده ان كان جايز في معابد اليونانيين ولا غيرهم ولا الرومان، لكن ما يتفقش ابدا مع كنيسة المسيح. ادي المقصود به، لكن مش تحريم ليها نهائي عن التعليم. لا، ما تعلمش الرجالة بس، إذا كان في رجالة موجودين يبقى هم اللي بيمثلوا المسيح ودوره التعليمي يعني. وكلام قدسك زي ما قدسك قلت إنه دي كانت حالة خاصة بيتكلم فيها على مشكلة في كنيسة كورنثوس، وإن الستات والرجال قاعدين مع بعض وكل واحد بيتكلم بالطريقة اللي عايز، والست تروح في وسط الكلام توجه رسالة للراجل قاعد من بعيد عنها. فعشان كده حتى بعد كده يوسبونا بيقول لهم يعني اللي عاوزة تتعلم تسأل جوزها في البيت مش في الكنيسة، لأنه دي كانت مشكلة كبيرة في كنيسة كورنثوس. والثلاث إصحاحات من إصحاح 11 لغاية إصحاح 14 كله بيتكلم على التنظيم ازاي في الكنيسة، لانه كانت الكنيسة في بدايتها زي ما قلت سابونا بيقول يعني كل واحد بيتكلم صرصرات نكت حاجات زي كده، ما كانوش
فاهمين قداسة الكنيسة، ولذلك كان بولس الرسول بيضع لهم هذا المبدأ، وغضبان من أنه الستات يعني بيعلوا صوتهم في الكنيسة ويسألوا زواجهم، فيروحوا في البيت ويسألوهم بهدوء، وبالطريقة دي تكون الكنيسة مكان عبادة. لكنه لا يقلل من قيمة المرأة، لا أعتقد أبدا أنه الآية دي المقصود منها الإحطاط أو الإقلال من قيمة المرأة، إنما ناحية تنظيمية لا أكثر ولا أقل. أتسك تتفق معي في النقطة دي يا ابونا؟ طبعا، وحقرأ لكم كلمتين يأكدوا الكلام ده من أستاذ كبير للعهد الجديد في جامعة جلاسكو في اسكتلندا، راجل أجنبي مش مصري خالص، علشان اللي بيتكلموا كده بيفتكروا ان دي احنا اللي مقفلين ومتزمتين. فبيقول لازم نعرف الوقت اللي بولس الرسول كتب الكلام ده كانت ايه الثقافة والظروف اللي حواليه، ما ناخدهاش كده نقتطعها من التاريخ والظروف اللي حواليه. يقول مركز المرأة رسمي في عند اليهود كان في الحضيض، لم يعتبر القانون اليهودي المرأة شخص له كيان بل شيء، كانت بكل ما لها تحت إمرة يا إما قبل ما تتجوز تحت أمر أبوها أو لما تتجوز تحت أمر زوج، كانت ممنوعة أنها تدرس الشريعة، ممنوعة أنها تعلم الناموس، ولدرجة أنه قال كان تعليم المرأة للناموس كان كأنه إلقاء اللآلئ أمام الخنازير. لم يكن للنساء أي دور في خدمة المجتمع، وحيث لا يشاهدون ولا يسمح لهن بممارسة أي خدمة، يأتي الرجل إلى المجمع ليتعلم، ولكن على أكثر تقدير تأتي المرأة لتستمع فقط في المجمع، تقرأ الكتابات المقدسة بواسطة أعضاء من المجتمعين من الرجال فقط، ولكن لا يسمح للمرأة أنها تقرأ في المجمع، لا في الهيكل ولا في المجمع. هذا عند اليهود كان محرما بتاتا على المرأة أن تدرس في مدرسة. يقول لك احتسب النساء والعبيد والأطفال في طبقة واحدة، لدرجة أن كان اليهودي إنسان اليهودي يقف يصلي الصبح ويشكر ربنا، يقول له أشكرك لأنك لم تخلقني أمميا ولا عبدا ولا امرأة. أمميا الأمم يعني زي اليونانيين والرومان، دول بيعتبروا نجسين خارجين عن شريعة موسى في نظر اليهود، فكانوا يعتبروهم نجسين، بيشكر ربنا أنه ما خلقوش أممي أو عبد أو امرأة للدرجة دي يعني. نبص نلاقي المرأة كان دورها يعني في اليهودية دور تعبان قوي قوي ومنخفض، وفي الحضيض. لما نيجي عند اليونانيين نبص نلاقي انه كان عندهم معبد افروديت في كورنثوس، كان فيه 1000 كاهنة كلهم كن عاهرات يعرضن البضاعة بتاعتهم مساء في شارع المدينة، ينزلوا بالليل 1000 كاهنة يصطادوا الرجالة، يمارسوا معهم الدعارة والزنا والفساد، هي دي العبادة بتاعتهم. لا يمكن أن تخرج المرأة بمفردها للشارع. كمان كان بيحرم عليها، واحد من المؤرخين اسمه بليني قال انهم ما يلبسوش ملابس غالية، وقال لان في ايامه كان احيانا بعض النساء كانوا يشتروا فستان ب 432 الف دولار بحسب العملة الحالية، مرصع بالجواهر وحاجة غالية جدا يعني حوالي نص مليون دولار. طبعا كلام مش معقول، محدش يوافق عليه. وقال انه مريم العذراء حملت وربت الطفل يسوع، ومريم المجدلية كانت أول من رأى الرب المقمي الأموات، ولم يقف عند الصليب غير 4 نساء،
بريسيلا مع زوجها أكيلا كانوا ناس معلمين لهم وزنهم في الكنيسة الأولى، وهم اللي كسبوا أبولوس الإسكندري ولقوا معلوماته راجل فصيح ومقتدر في الخطابة وفي الوعظة، لكن ما يعرفش غير معمودية يوحنا بس، ما سمعش عن المسيح. وقالوا له اللي أنت بتوعظ بيه ده إنجيل ناقص، وكلموه عن المسيح وبشروه بيه فآمن وصار ند لبولس الرسول وخادم عظيم كبير في الكنيسة. هذه فكرة عن الخلفية بتاع الزمن اللي بولس الرسول قال فيه الكلام ده، كان له عايزها تبقى بالطريقة بتاع اليهود دي ولا بتاع الأمميين، مع معبد إفرودات أرطميس اللي كانوا بيمارسوا العبادة بتاعتهم عن طريق الدعارة والزنا والفساد، فعلشان كده ركن المرأة شوية وحدد لها مجالات لخدمات أخرى، لكن ما كانش لضد المرأة، وقال لنا بصريح العبارة إن المرأة ليست من دون الرجل في الرب ولا الرجل من دون المرأة، لا فرق بين ذكر وأنثى في المسيح، بيتساووا في الحقوق والواجبات وكل حاجة. لكن بالنسبة للكهنوت خدمات الكهنوتية، إن كان الخاصة بالمذبح، إن كان كاهن أو شماس بهذا المعنى، بلاش ليه، لأن ما تتفقش مع طبيعة المرأة إنها عندها بيجي لها الدورة الشهرية وبيجي لها مدة الحمل والولادة والحاجات دي، ما تتفقش مع طبيعتها، لكن في غير الأوقات دي ليها كافة الحقوق والواجبات زيها زي الراجل، ما عدا تعليم الرجال. جميل جدا. طيب يا أتصابون، أنا عاوز أنتقل لنقطة تانية برضو في الأسئلة اللي بتوجه، وهي إن الله أسس سر الزواج، وإحنا بنعرف إنه العلاقة الجسدية في الزواج شيء مقدس، الكنيسة بتعتبره شيء مقدس، وإنه ليس هناك أي شيء يمنعه أو إنه يعتبر برضو في نظر الكنيسة أو الإنجيل إنه شيء خاطئ. لكن الكنيسة بتتحدث دايما على أنه العلاقة الجسدية قبل الزواج غير مقبولة إنجيليا ومن ناحية طقس الكنيسة. وأنا برضو عاوز أتسك، لأنه دي الأسئلة اللي كتير من الشباب بيقولوها، بيقولوا أنا مثلا قبل ما أتجوز واحدة أنا عاوز أعرف كويس إذا كنا هنبقى كومباتيبل مثلا، يعني حتى إنكلودينج الناحية الجنسية، وهل دي ممكنة ولا لا؟ فليه الكنيسة بتقول انه العلاقة الجسدية قبل الجواز غير مصرح به؟ اللي بيسموها pre-marital relations. الكنيسة عملت فترة الخطوبة عشان يعرفوا بعض بقدر الامكان، لكن ما يصحش ابدا ممارسة الجنس قبل الزواج، والا يعتبر زنا، يعتبر زنا خارج اي ممارسات جنسية خارج نطاق الزواج، تعتبر نوع من الزنا، فطبعا تبقى مرفوضة وغير غير غير مقبول. يعني ده باختصار كده. طيب، وهل في آيات في الإنجيل بتؤكد هذا الكلام؟ يعني هل احنا المبدأ ده مبني على مبدأ إنجيلي؟ لأنه طبيعي ما حدش كان اللي بيمارس العلاقة دي بدون زواج بيعتبر زاني، وكان بيرجموا في العهد القديم، يرجم الزاني والزانية مع بعض، وعشان كده المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل في يوحنا 8 دي مسكوا حجارة وكانوا عايزين يرجموا، لكن المسيح لما قال لهم من كان منكم بلا خطية فليرميها بأول حجر، ما كانش بيبرر الغلط بتاعها، لكن كان بيقول لهم ان انتم منافقين لان انتم بتعملوا نفس الخطايا دي، بس الفرق بينكم وبينها انكم ما اتمسكتوش وهي اتمسكت في الخطايا بتاعتها دي. ثانيا، ان الشريعه بتقول ان الرجل والمراه يترجموا هما الاثنين، انتوا ليه بتحابوا الرجاله وسبتوا الراجل يهرب ويجري ومسكته الغلبانة دي
العزيم تتشطروا عليها وترجموها وتقتلوها لوحدها، كان لازم تجيبوا الراجل اللي زنى معاها يرجم زيها. فتطبيق ناقص للشريعة وتطبيق غلط للشريعة المساوية. نمرة ثلاثة لما قال لها ولا أنا أدينك اذهبي بسلام ولا تخطئي أيضا، كان يقصد أنه حتى أنا يا بنتي اللي لي حق الدينونة وحدين العالم كله في اليوم الأخير، أنا ما بدينش حد أبدا قبل يوم الدينونة، فعندك فرصة واثنين وعشرة أنك تتوبي وتبقي قديسة وأحسن منهم كلهم. وده درس لينا كلنا نحتاج أننا نتعلمه، إنه ما ندينش أحد أبدا، لأنه دي مش سلطتنا، دي سلطة ربنا ما نسرقهاش منه، ولأننا ما نعرفش الأسرار زيه والدواخل زيه، ولأننا غير عادلين، ولأن يوم الدينونة ما جاش. ربنا بيدينا فرص كتيرة إن احنا نتوب قبل يوم الدينونة ما يجي، فلازم نتعلم عدم إدانة الآخرين. وعشان كده لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأن بالدينونة التي بعت دينون تدانون، وبالكيل اللي بتكيلوا بيه حيوكل لكم وزيادة كمان. طيب أتصابونا، الإحصائيات بتقول مثلا إن في بلد زي أمريكا أكتر من 80% من الشباب بيمارس الجنس قبل الزواج، والدافع اللي بيتقال انه دي غريزة قوية في الشباب وان هم من الصعوبة التغلب عليها. ايه النصيحة اللي قدسك تديها خاصة لشبابنا احنا اللي احنا بنربيهم على المبادئ دي، لكن بيشوفوا في المجتمع اللي حواليهم صورة مختلفة؟ يعني هو بيسمع حاجة في الكنيسة ويطلع برا يسمع المجتمع كله بيقول له حاجة مختلفة. ايه الرسالة اللي ممكن نديهم للشباب ده، والاهلهم ازاي يتعاملوا معاه؟ بنقول اهو الكتاب المقدس الى الشريعة والى الشهادة، ان لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فكر، هيعيشوا في الظلام ويموتوا في الظلام وحيودان، ولو كانوا 90 ولا 99.9% ما يهمناش. في ايام الطوفان كانش فيه غير نوح وعيلته، نوح ومراته وثلاث اولاده وثلاث زوجاته، 8 تنفار 8 بيرسونز، والباقي العالم كله ماشي غلط، وكانوا بيعتبروا ان نوح مجنون. وانت بتتكلم عن حاجه ما حصلتش عمرها ومش هتحصل، بما انها ما حصلتش يبقى مش هتحصل، وطلعوا جهله واغبياء، وجت طوفان وغيره كلهم. فحكايه اغلبيه واقليه ما يهمنا. شو المسيح نفسه قال لنا انه ما اوسع الباب الذي يؤدي لجهنم، وكثيرون يدخلون منه لأنه باب سهل أوي واسع، فالأغلبية بيمشوا فيه، وما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي للحياة الأبدية، وقليلون هم الذين يجدون. اللي بيعرفوا المسيح بيعرفوا الكتاب المقدس هم اللي بيحموا نفسهم من الشرور دي. فمش معناها أنه الأغلبية ماشيين غلط بتعاليم من عندهم هم حسب عقلهم، يبقى احنا نغير ربنا ونغير الكتاب المقدس والتعليم الالهي والانجيل. لا، ده كلام مش مقبول. نقول لهم التزموا بالانجيل وعيشوا مسيحيين حقيقيين في حياه نظيفه طاهره نقيه مباركه، تشوفوا خير اكثر عن انكم تعيشوا زي الكلاب وفي الشوارع والحيوانات. ونقول ما دام الأغلبية بيعملوا كده ما تهمناش حكاية أغلبية دي في المبادئ المسيحية. المبدأ المسيحي يطبق حتى لو الأغلبية رفضته، زي ما قدس أبونا قال إنه فعلا في تاريخ المسيحية كلها كانت بتقدم لنا صورة القلائل اللي بيتبعوا السيد المسيح، هم دول اللي حملوا الرسالة، ودي الرسالة اللي شبابنا محتاجين يسمعوها، وندلهم الرسالة دي انه مش لازم نمشي في الطيار. اعتقد انا في العقيدة نفسها، مثلا لما كترت الاريوسيين وبقوا قوة سياسية وقوة عددية كبيرة قوي،
وأذا ناس فضل يدافع عن حق ربنا وعن الإنجيل، لما قالوا له ده العالم كله بقى ضدك يا أثناسيوس دلوقتي، قال لهم ما يهمنيش وأنا ضد العالم. أثناسيوس كونترا موندم، أثناسيوس ضد العالم. وجه الوقت اللي حفظ فيه الإيمان لينا، وزي ما قال لنا القديس شيروم، لولا أثناسيوس لكانت ضاعت العقيدة المسيحية وراحت في الرجلين. في عشان كده قال لا تطرحوا دراركم قدام الخنازير لألا تدوسها بأقدامها وتلتفت فتمزق. ما يهمناش حكاية أغلبية. وأنا أتذكر برضو قدسك أنه البابا شنودة مرة قال أنه السمكة الميتة هي اللي تمشي مع الطيار والطيار ياخدها، لكن السمكة القوية والحية اللي ممكن تعوم ضد الطيار زي السامن والحاجات دي بيمشوا ضد الطيار، لكن مش لازم الشباب ينجذبوا مع العالم لمجرد انه الناس تانية بتعمل كده. طيب واحنا برضو بنتكلم عن النقطة دي والعلاقة الزوجية يا ابونا، برضو هل مثلا الكنيسة بتدي ارشاد مثلا انه اثناء الصيام يمتنع الازواج عن العلاقة الزوجية او قبل التناول بفترة معينة؟ هل في ارشادات عامة من الكنيسة لهذا الامر؟ يا قالها بولس الرسول رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 7، قال إنه حق العلاقة الزوجية دي متبادل بين الزوج والزوجة، بين الاثنين، ولا يصح أن لا يجوز أن يمتنع الواحد عن الآخر إلا بموافقة، لازم يتفقوا سوا بموافقة الطرفين، وقال لكي تتفرغوا للصوم والصلاة. أدي أساس الفكرة دي. طبعا كانت الأصوام في جميع قليلة، ما كانتش كثيرة زي الأيام دي، عشان كده بنقول إن المسألة دي يناقشها كل واحد مع أب اعتراف حسب ظروفه وحسب مقدرته وحسب احتياجه. جميل. ما فيش قاعدة عامة كده تسري على الكل إنهم يمتنعوا لمدة شهرين مثلا أو 55 يوم في الصيام الكبير وشهر في صيام الرسل و43 يوم في صيام الميلاد، لأنه الكنيسة كان عايشة أيام اضطهادات شديدة جدا، وكان بتفرض أصوام لمواجهة الظروف دي والاضطهادات دي. لما انتهت عصر الاستشهاد والاضطهادات والحاجات دي بالمنظر اللي كان بيه في القرن الثالث والرابع وبتاع، كان مفروض ترجع بقى للوضع الطبيعي اللي زي ما كانت ماشية عليه من أيام الرسل. لكن قال لك وماله، هو الصوم بركة، خلي اللي يقدر يصوم يصوم. فبقت الحقيقة كتيرة قوي بالنسبة لبعض الناس ما يقدروش طول المدة الكبيرة دي اللي تلتين السنة ان هم يمتنعوا عن العلاقة الزوجية ان كان رجال او سيدات. عشان كده الكنيسة بتنصح ان دي، لانها بتختلف من شخص لاخر، تترتب مع أب الاعتراف حسب ظروفه وارشادات أب الاعتراف. جميل. ودي حكمة من الكنيسة. المبدأ المهم اللي احنا نفهمه زي ما أبونا قال انه العلاقة دي مش غلط، ولا تقلل حتى لو الانسان اللي بيريد انه ينمو روحيا اثناء الصوم، العلاقة دي لا تقلل من النمو الروحي، لأنها شيء مقدس أمام الله، وشيء الله لا يضع أبدا في أي موقف كأنه يقلل من علاقة الإنسان أو صلواته أو أي شيء، لا تعوق الصلوات ولا شيء مثل هذا. طيب أتسابونا، أنا عاوز أنتقل لنقطة تانية وهي عدل الله. عدل الله، إحنا نؤمن أن الله إله عادل جدا، perfect in his judgment and wisdom وكذا،
وهو رحوم أيضا، العدل والرحمة بيتلاقايا زي ما قلنا في السيد المسيح. لكن أحد الأفكار اللي ذكرها أحد الناس، لما أنا قلت اللي عنده أسئلة يبعتها لنا، اتجنى سؤال بيقول الإنسان بيعيش على الأرض فترة معينة، 50 سنة، 60 سنة، 100 سنة، 120 سنة، لكن بتنتهي حياته بعد كده. لكن على ما يبدو أن الإنسان اللي بيخطئ العقاب بعد كده بيكون عقاب أبدي، فهو يقضي بقية أبديته تحت ظل العقاب، ما فيش فرصة للتوبة أو تغيير هذا الأمر بعد موت الإنسان. فبتسأل الشخص يقول هل ده عدل أنه فترة بسيطة في حياة الإنسان، إنسان ضعف فيها مثلا وأخطأ، يوم يعاقب بقية الأزلية بتاعته؟ إيه رأيك في الكلام ده؟ أيوة طبعا، لأنه لما قال مثلا من قال لأخيه يا أحمق يبقى مستجب نار جهنم، أو ما تكذبوش لأن الكذابين مش هيدخلوا السم، وقال لا قتل ولا زناه ولا عبدة أوثان ولا سحرة ولا وجميع الكذبة، وشوفنا تطبيق عملي في قصة حنانيا وسفيرة، وقعوا ماتوا في الحال بسبب انهم كذبوا على الرسول بطرس او على الروح القدس زي ما قال لهم الرسول بطرس. فالانجيل عايز يبين لنا ان الخطيه خاطئه جدا، وان الخطيه سم مميت. ما نقعدش بقى نلف وندور ونقاوح عشان نبررها ونقول ايه يعني دي بترتكب يعني في ثواني. طب ما جريمة القتل اللي بيضرب واحد بالرصاص ده خدت قد ايه؟ ثانية. لكن بيتحكم عليه بأقصى العقوبة إعدام أو سجن مؤبد هنا على الأرض. يعني عدالة الله مش أقل من عدالة الأرض. عايز يقول إنه الإنسان ده الشتام أو الكذاب أو المزور ده مفهوم ما تمتعش بخلاص المسيح، ما عندوش نعمة، ده بيشهر بأخوه وبيشتمه وبيجرحه وبيسيء لسمعته، دليل على إنه مفيش محبة في قلبه، مفيش نعمة، مفيش محبة، ما اختبرش خلاص المسيح. فده إنسان زيه زي الوثني زي الملحد، ما استفادش من المسيح بحاجة وما استفادش من المسيح بحاجة، كسر وصايا المسيح كلها وبعدين عمال يلف ويدور عشان يبرر أغلاطه. دي بتخلص بسرعة، ما بتاخدش حاجة، والتانية العقوبة بتطول. طب وإيه وجه العجب في كده؟ أديني ضربت المثل أهو بالاغتصاب أو القتل اللي ما بياخدش ثواني أو دقايق، بيحكم عليه بالسجن 15 سنة و مؤبد هنا على الأرض وبالمشنقة لازم نحترم كلام الإنجيل، ومش إحنا اللي حنشرع لربنا، لكن إحنا علينا إننا نفهم كلام الإنجيل ونخضع له ونحترمه، وإن ده لصالحنا وصالح البشرية. المسيح مش عايز إنسان مسيحي اسمه مسيحي لكن حقود وشتام أو حرامي أو مرتشي أو كذاب، لا، بيقول كونوا كاملين، كونوا قديسين كما أنابكم قدوس، عشان نظهر مجد المسيح وعظمة المسيح وخلاص المسيح لازم نتمتع به إحنا. قال يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه، مش يسيبهم عايشين في خطاياهم كده على طول. يبقى فين الخلاص؟ خلاص من ايه؟ لازم يبقى خلاص من الخطيه ومن عبوديه الخطيه ومن الشيطان السبب الخطيه ومن العادات الرديه الشريره، عشان نعيش في حياه طاهره نقيه مقدسه ونبقى قدوه لغير. قال انتم نور العالم، انتم ملح الارض، احنا اللي هنعلم العالم كله، وإحنا امتداد لحياة المسيح اللي كان يقول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس.
لكن لما نشابه العالم ونبقى زينا زيه يبقى احنا تحت الدينونة بقى، وما استفدناش حاجة من المسيحية. ويبقى لما يتكلم عن حق المسيح نبقى كذابين ومنافقين وموشين وما بنعملش بوصايا المسيح اللي دهل. لازم نبقى مسيحيين علما وعملا. وعشان كده قال لنا ان السماء ما فيهاش لا زناه ولا عبدة اوثان ولا فاسقون ولا وجميع الكذابين، ودول مش هيدخلوا السماء. وقال لنا بولس الرسول لا شتمون يرثون ملكوت الله. لازم نحترس من الحاجات دي، مش نألف احنا دين على مزاجنا نقول دي خطيه صغيره دي خطيه كبيره. ما عندناش احنا التسعيره دي، خطيه خطيئه جدا، وبتبين احنا تبع اي معسكر، تبع المسيح ولا تبع ابليس. بل بهذا اولاد الله ظاهرون واولاد ابليس ايضا. لازم نظهر المسيح في حياتنا ونعيش كأولاد الله، ونقول لهم إن المسيح مخلص حقيقي وغير حياتنا. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة مضت وهو ذا الكل قد صار جديدا. جميل جدا. يعني إحنا نقدر نقول إنه الله عادل في كل شيء، وحتى الأمور اللي إحنا ساعات إحنا ما نفهمهاش يبقى عدل الله واضح. وتسابونا ادانا مثال جميل، الانسان اللي بيخطئ خطأ بياخد فترة طويلة من حياته كعقاب، فما بالك اللي بيخطئ الى الذات الالهية نفسه، واللي بيرفض ان هو يتوب عن خطيته الله بيعطيله هذا العقاب بعد كده، زي ما تسابونا قال انه ده ضد الله، اصبح الانسان ضد الله، وانه لا يريد ان يسير كما رضى الله بالاسلوب اللي ادهنا. طيب. بعدين باب التوبة مفتوح وسهلة قوي. عايز ايه اكتر من اللص عشت العمر وقطع الطريق، ومجرد ما امن وتاب واعترف قال له اليوم تكون معي في الفردوس. هدول ناس بتتلكك، ناس بتتلكك، لكن باب التوبة مفتوح، ودم يسوع المسيح ابنه طهرنا من كل خطية، وان اعترفنا بخطايانا هو امين وعادل يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم، وعندنا الامكانية اننا نعيش مسيحيين حقيقيين وقديسين لو أردنا. جميل جدا. وأنا عاوز أنقل برضو لنقطة تانية من الأسئلة اللي بتتقال، اللي بعض الناس ساعات بيتساءلوا عنها. بيقولوا السيد المسيح جاء عشان يكون نور للعالم، وتكلم يعني أنه ما يقادوش سراج ويطعونه تحت المكيال، لازم يبقى فوق عشان الناس كلها تشوفه. ليه السيد المسيح اختار انه ميلاده وصعوده بيكون وسط عدد قليل من الناس؟ حتى القيامة نفسها ما حصلتش قدام ناس كتير، صحيح هو ظهر لناس بعد كده، لكن لماذا اختار الله السيد المسيح انه الامور دي تحصل بدون وجود عدد كبير؟ كان الواحد مننا يتخيل، او اللي بيقول المنطق ده بيقول، كان يظهر مجده قدام الناس كلها فالناس تؤمن به، أليس هذا هو ما أتى به؟ أولا المسيح لما قام ظهر لأكثر من 600 شاهد عيان، أكثر من 600 آي ويتنس، ظهر للتلاميذ الـ12 والـ70 تلميذ، زاد 82، وقال 120 اسم كانوا وقت الصعود. وبعدين ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باقي الوقت كتابة رسالة كورنثوس الأولى. فقال ظهر لشهود معينين اختارهم هم حينشروا البشارة دي في الدنيا. لكن المسيح ما كانش بتاع إنسان استعراضات، لأن دي طريقة شيطانية، الشيطان اللي قال له ما ترمي نفسك من على الجبل، ومكتوب حيواسي ملائكتك بيه، واي منظر هيبقى جميل قوي قوي لما يبص يلاقي واحد بيرمي نفسه من على جبل عالي قوي، الملائكه جايه تشيله على جناحتها وبتاع. المسيح قال له البضاعه بتاعتك دي لم عزالك وروح العب بعيد. مكتوب ايضا لا تجرب الرب الهك. المسيح فاهم كويس قوي وعارف الشريعة كويس قوي، هو كلمة الله نفسه، لكن دي صور منحرفة بالطريقة البشرية، استعراضات بشرية كذاب.
رجع الشيطان يلعب نفس اللعبة دي وهو على الصليب. طب ما تورينا كده وتنزل من على الصليب عشان نآمن بيه. بس هي دي المعجزة اللي كانت هتخليكم تآمنوا؟ طب ما أنا قومت قدامكم لعازر بعد ما مات بأربع أيام واتدفن، قلتوا نموت لعازر تاني ونموت المسيح كمان. عمل معاهم معجزات لا حصر لها وما آمنوش، وقال لهم جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له إلا آية يونان النبي. أما كان ينام في بطن الحوت ثلاثة أيام وقام خرج حي، هكذا يكون من الإنسان بطن الأرض في اليوم الثالث يخوض. فهو أعلن عن قيامته، لكن ما كانش هو طريقته طريقة الاستعراضات هو إيه أنا هو، لكن ظهر لعدد كبير جدا منهم أقل شهود انتخبهم واختارهم لحكمة سماوية، وهم اللي نشروا الإيمان بالمسيح وبالقيامة في العالم كله لغاية النهار. ومش بس نشروا الإيمان في العالم، إنما أصبح أغلب يعني أكبر عقيدة أو دين في العالم يؤمن به ناس، أكثر من 2.7 مليار يؤمنوا بالعقيدة المسيحية في العالم من هذا الظهور البسيط. يعني الشخص اللي بيقول ليه هو ما ظهرش بقوة، زي ما قلت سابونا قال ربما اللي بيظهر بقوة ما يقولوش هذا المجد أبدا، بالعكس ده ربما اللي بيظهر بقوة ويستعرض بقوة بنفس القوة يقهر. لكن السيد المسيح برسالة بسيطة في منتهى البساطة ومن ناس في منتهى البساطة معظمهم مش متعلمين، بوسائل غير متاحة زي مثلا التليفونات ولا الحاجات الموجودة حاليا يتنقلوا على أقدامهم أو على دواب، استطاعوا ينشروا رسالة المسيح في العالم، لأنه المحرك اللي وراها هو عمل الروح القدس اللي موجود فيهم. فلذلك لم يكن المسيح يحتاج أنه يظهر في شو إلهي كده جبار، لأنه الرسالة البسيطة اللي بيجيبها محتوى رسالته هو اللي نشر هذه الرسالة. أتصابونا السيد المسيح في حياته على الأرض تحدث عن أمور كثيرة في إشارته للحياة اللي احنا نحيا فيها فيما بعد، يعني فيما بعد قيامة الشخص، وظهر بجسد معين له خصائص معينة. وكثير من الناس بتتساءل هل بعض الوعود اللي كانت موجودة في الإنجيل برضو أحيانا الناس بتتساءل، مثلا يعني على سبيل المثال الإنجيل تحدث عن أنه لا يزوجون ولا يتزوجون، في بعض الناس بتقول أن احنا ممكن ناكل لأنه السيد المسيح قال لهم يعني أننا لا أكل معكم ثانية إلا في ملكوت السماوات، بينما ناس تانية بتقول أنه هو ما بيأكلش ويشرب. إيه الطبيعة برضو، يا ريت وإحنا بنتحدث على هذا الأمر، إيه الطبيعة اللي إحنا هنكون بيها بعد القيامة من الأموات؟ هو جاوبنا على الرسالة دي بتفصيل أكثر الرسول بولس في كورنثوس الأولى 15 وفي رومية 5، لما قال لنا إنه نزرع في فساد ونقوم في عدم فساد. يعني الجسد ده اللي اتولدنا بيه في العالم قابل للفناء، لكن حنقوم بجسد غير قابل للفناء وللموت فيما بعد. نزرع في ضعف ونقوم في قوة، نزرع جسد حيواني ونقوم جسد روحاني على صورة جسد مجده. فيقول في فيليبي 3:21 الذي سيغير شكل جسد تواضعنا، الجسد المتواضع الغلبان اللي من شوية تراب ده كثير الأوجاع والأمراض، سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده، جسد القيامة بتاعته اللي بيدخل ويخرج والأبواب مغلقة، لأنه ما هوش مادي مفهوش لحم ودم وعظم، جسد نوراني روحاني ملائكي ما تحجزوش الحواجز المادية دي، ويقدر يصعد للسماء والجاذبية الأرضية ما تمسكوش. جسد من طبيعة تاني ما نعرفش كتير عن تفاصيلها لسه، لكن قال على صورة جسد قيامته اللي شفناه بيدخل الأبواب والأبواب مغلقة
ويخرج منها وعنده القدرة إنه يظهر ويختفي زي ما هو عايز، يرتفع ويصعد للسماء من غير جناح ولا حاجة، ومن غير لا صواريخ ولا سفن فضاء ولا أسانسيرات ولا حاجة من دي خالص. فله إمكانيات طبعا كبيرة زي الملائكة، أقرب إلى نتصوره أجساد الملائكة أو جسد قيامة المسيح ممكن، أو حد يعني هو لما أكل قدامهم عشان يثبت لهم ناسوته، لأن أنا اللي صلبت قدامكم هو أنا اللي قمت، عندكم هنا طعام وأكل قدامه، يعني قادر على إنه يأكل ويشرب لما يعوز، وممكن يعيش من غير أكل ولا شرب، ما نعرفش كتير، وإن شاء الله نصبر شوية لما نوصل هناك وحنشوف. ويقول طوبى للمدعوين لعشاء عرس الحمل، وكلمنا على إنه وليمة سماوية مباركة سعيدة أعظم مما يخطر على بال إنسان إنه حيتمتع به، لكن تفاصيل أكثر من كده ما عندناش. طيب، هل الإنسان يدان بمجرد بعد ما يموت على طول، وضع لكم أن تموتوا ثم الدينونة، أم إن الإنسان سيدان بعد مجيء السيد المسيح الثاني؟ وقال لنا أنه أقام يوما فيه عتيد أن يدين المسكونة بالعدل، ففي يوم للدينونة، لكن كون أنه عقب موت الإنسان زي القصة اللي قاله لنا بتاع العزر والغني، قال متى لعزر حملته الملائكة لحضن إبراهيم، وزي ما قال اللص اليوم تكون معه في الفردوس، وأن الفردوس ده مكان انتظار أبرار عربون السعادة الأبدية، والتاني الهاوية أو الجحيم مكان انتظار الأشرار وصورة مصغرة من جهنم، الظلمة الخارجية والبكاء وصرير الأسنان. فأدي الإعلانات الكتاب اللي جت لنا عندي، يعني بيتحدد مصير الإنسان عقب وفاته وخروجه من هذا الجسد ومن هذا العالم، لكن قال لنا أن الدينونة حيكون لها يوم للكل. يقول مثلا في رؤيا 20، ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام العرش ليدانوا حسب أعمالهم، وكل من لم يوجد اسمه مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار والكبريت، هذا هو الموت الثاني أو الموت الأبدي. الدينونة لها معاد، لكن الإنسان اللي عاش متمتع بالمسيح في مكان، هيكون في مكان ممتاز ومكان مفرح، وهيكون مع المسيح ومع الملائكة ومع القديسين اللي هو الفردوس، والتاني اللي عاش ضد المسيح وكسر وصاياه وأنكر إيمانه ولخبط في حياته زي ما هو عايز وما صدقش كلام ربنا، قال إنه حيهبط إلى الهاوي. جميل، إجابات حلوة خالص يا أبونا. خليني في النهاية أسأل قدسك، هل في أي سؤال ممكن يوجه للإنجيل ولا تكون له إجابة؟ هل في أي مشكلة ممكن ما لقلهاش حل أو إجابة في الإنجيل؟ يعني هو طبعا الكتاب المقدس ما كانش بيشرع للأرض، لكن أجاب على معظم الأسئلة الأساسية اللي تهم الإنسان وتهم خلاص الإنسان وحياة الإنسان الأبدي، لكن ما كانش كود، يعني مادة واحد مادة اثنين مادة ثلاثة زي القانون الفرنساوي أو القانون المصري دلوقتي بيشرع للأرض في كل حاجة نعمل إيه والحكم فيها إيه، ما صنفش التصنيف ده، لكن ما في شك إنه كتاب الكتب وكتاب الحياة
وكل موحى به من الله ونافع للتعليم والتقويم والتوبيخ الذي في البر والتأديب ليكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح، زي تعبير بولس الرسول في تيموثاوس الثانية أصحاح 3:16، قال أن كل الكتاب موحى به من الله بالروح القدس ونافع للتعليم والتقويم والتأديب الذي في البر ليكون إنسان كاملا مستعد لكل عمل صالح. لكن ما كانش يعني بيشرع لوحدة واحدة على الأرض كده، وليس كتاب تشريعي أو كتاب تاريخي أو إنما هو كتاب هدفه بسيط خالص زي ما قلت. وده يمكن اللوجو بتاع قناة لوجوس، أن نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع. تمام. سبونا أغسطينوس، أنا أشكر قدسك شكرا جزيلا كالعادة، أدتنا ردود جميلة وبتوضح لنا بعض الأمور اللي ربما كثير من الناس بيتساءلوا فيها ومحتاجين إرشاد وتعليم. أشكر قدسك شكرا جزيلا على محبتك وحضورك معنا النهاردة. شكرا لك ولقناة لوجوس والجميع الشهود المشاهدين، وصلوا لي صلوات القديسين. شكرا يا أتسابونا. أحبائنا المشاهدين، نشكركم على حسن استماعكم ونراكم في حلقة قادمة من المسيحي والمجتمع. We'll be right back.